بسم الله. Wir sind mit der Lektion 9, الدرس التاسع. Wer, wie, wo, was. Wer, من, الفاعل يعني. Nominativ. Wie, كيف. Wo, أين. Was, ماذا. فالواس ممكن نضعه في الداتيف والأكوزاتيف. هنا wer من للفاعل، was ماذا، woher من أين، wen مثل لمن يعني الأكوزاتيف، warum لماذا، mit wem مع من، wie كيف، wohin إلى أين؟ und wo أين؟ طيب، position 1 فراغوت. فهذه الكلمات ال V فراغن نبدأ دائما بهم. فال V حتى أدرجكم على الأسئلة. فرأي، was heißt V nochmal؟ Kannst du die Frage wiederholen, bitte? Okay. Was heißt wie? Was heißt wie? Was? Ja. Auf Also, Arabisch. auf Arabisch? Das habe ich nicht verstanden. Wie heiße ich oder Okay. was Nein, nein. heißt? Wie heißt auf Arabisch كيف؟ Was heißt wer auf Arabisch? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Okay. Die Übersetzung, Tarjuma, Livi, كيف auf Arabisch. Wer auf Arabisch? Okay. Okay. Man. من وو من أين الوو genau woher من أين wohin إلى أين richtig إلى أين wann متى wie viel Uhr في أي ساعة؟ Wie viele Taschen? كم عدد الشنط؟ Was? ماذا؟ Was dran? Mit wem? مت فيم مع مين؟ Genau. Wenn? Oder wen meine ich? أي من بس مفعول يعني أكوزاتيف Genau, richtig. Und warum? لماذا Genau, richtig. Okay. Frau Hander, heißen. ja اسم أو يدعى مين So, wie heißen Sie? ما اسمك Genau. فلدينا ال wie هنا بعدين الفعل وبعدين position 1 3 السوبجكت الفاعل. طيب نجعلها نص نص. Wer ist das؟ وهندا immer noch. من هذا؟ Wo ist er؟ أين هو؟ أو أين تكون؟ Woher؟ تمام. Woher kommt er؟ من أين أتيت؟ يأتي. من أين يأتي؟ من أين أتيت في الماضي؟ وهين will er؟ إلى أين تذهب؟ تمام. إلى أين تريد أن تذهب؟ أنا نسيت الجهة. تريد. أوكي. تمام. Wann kommt er؟
متى تذهب؟ متى تأتي؟ أنا ولا هو ولا مين؟ متى يعني هو يعني متى هو يأتي يعني هو بالضبط. متى يأتي؟ أوكي، فهو رقيا أم في في الأوا جيت إير. متى سيأتي أو كم الساعة عندما يأتي؟ تمام، في في لتاشن هات إير. كم عدد الحقائب التي يملكها؟ أوكي، واس هات إير جيماخت؟ ماذا فعل؟ Was will haben? ماذا يريد أن يفعل؟ Haben. ماذا يريد أن يملك أو يمتلك؟ Genau. Mit wem spricht er? مع من يتكلم أو يتحدث؟ Wen? Okay. Wen sucht er? على من يبحث؟ Genau. Und warum trägt er einen Hut? لماذا يرتدي هذه القبعة أو تمام الطاقية؟ تمام ممتاز. فلدينا الفي فراغ في البداية، الفاعل هنا أو المودال فيرب يعني لو وجد، فيصبح الفعل الأصلي في الآخر، وال personal pronoun في الموضع الثالث. هات jemand fragen؟ أي أحد لديه سؤال؟ نحن هنا نبدأ مع التدريب الأول mit der ersten Übung. Was passt zusammen kombinieren Sie. ماذا يناسب؟ ادمج. فلدينا طبعا الجميع يحاول أن يحل من الآن. Woher kommen Sie؟ من أين تأتون حضرتكم يعني؟ Wie heißt du؟ ما اسمك؟ Wo wohnen Sie؟ أين تسكنون يعني حضرتكم؟ Wer ist das؟ من يكون هذا؟ Wie ist Ihr Name؟ ما اسمكم؟ حضرتكم يعني، لأنه إيه كبيرة. Was sind Sie von Beruf؟ ما أنتم من حيث المهنة؟ Was ist das؟ ماذا يكون هذا؟ ولدينا في الجهة المقابلة مولا. أديث ميلا، داس إست ماين هاندي، هذا موبايلي. طبعا هنا ميلا أديث ميلا الاسم، ماريا أيضا اسم. داس إست ماين مان، هذا زوجي. فريزر الكوافير، إن برلين في برلين، أوس هانغ زو أظن، داس إست إن شينا، المدينة. وهذه في الصين. Okay, jetzt fangen wir mit Frau Handa an. Woher kommen Sie? Was passt zu Woher kommen Sie? Ja, hallo. Ja, ich höre. Aus Hamburg, das ist China. China. Tamam. Woher kommen Sie? من أين تأتون؟ من هانغزو أو هانغشو أو أيا كان، das ist in China، هذه في الصين. فراو روبيا، wie heißt du؟ ماريا. ماريا. سي. ممكن أيضا نقول ميلا إديس ميلا، يعني هذه أيضا ممكنة. طيب فراو شيماء، wo wohnen Sie؟ in Berlin. Genau. Super, in Berlin. Frau Handa, wer ist das? Ein Mikrofon. Ich kann nicht hören. Entschuldigung, ich bin... Wer? Wer kann nicht hören? Nee, jetzt. Ja? Nummer 4. Nummer 4. Wer ist das? طيب احلها انا. هنا ايضا das ist mein Mann. هذا زوجي. طيب Frau Rupia, wie ist Ihr Name? Müller. Editha
أو إتت ملا. يعني entweder Maria oder Müller Edith Müller. يعني فال wie heißt du؟ ممكن أيضا wie ist ihr Name؟ نفس الشيء. طيب Frau Scheimer, was sind Sie von Beruf؟ Friseur. Friseur. Genau, richtig. Okay, Frau Handa, was ist das? Ja, das ist mein Mann. Ja? Nee, nein, nicht richtig. Das ist mein Handy. Immer dann, genau. Wer ist das? لأن هنا wer للعاقل أما الwas لغير العاقل. فهنا عندما نقول was ist das نستخدم ال das ist mein Handy. يعني هذا شيء. Entschuldigung, ich bin nicht konzentriert. Okay. Ja? Kein Problem. Ja. 5 Minuten bin ich zu Hause. Okay. Okay. فwer ist das? لأن wer للعاقل استخدمنا هنا das ist mein Mann. أما الwas لغير العاقل. Okay. الآن 2. Schreiben Sie Fragen. Frau Rukia. Wie heißen Sie? تمام. Wie heißen Sie? ما اسمكم حضرتكم يعني. Frau Scheimer, Nummer 2. Wie ist Vorname ihr? Ihr Vorname. Ihr, oh, okay. Ihr Vorname. Tamam. Oh. Wie ist Ihr Vorname? Ma ismukum al-awwal Vorname. Lano fi Vorname und fi Nachname. Ja. Okay. Nummer 3. Frau Handa. ولا نأخذكم بعد 5 دقائق. يا. نمبر 3. Woher? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? تمام. Woher kommen Sie? من أين تأتون؟ طيب نمبر 4 Frau Rukia. Wo wohnen Sie? Genau. Wo wohnen Sie? أين تسكنون؟ Frau Scheima, لدينا von Beruf من المهنة. Was, ماذا, Sie, حضرتكم und sind, يكونون. Was sind Sie vom Beruf? بالضبط. Was sind Sie von Beruf? Okay. ننتقل إلى... عندي سؤال معلش. هو أنا ممكن أقول was sind Sie beruflich ولا beruflich بتيجي مع برضو ماخن ولا عادي؟ Was sind Sie beruflich؟ هذا أيضا ممكن أخذناه في المنشن. تمام وممكن اقول بس ماخست فون بيروف يعني ممكن تمام اوكي تمام طبعا ال was machst du von beruf غير رسمي اما ال was machen sie von beruf رسمي او الاحترام يعني تمام هذا هو الفرق اوكي jetzt Nummer 3 ergänzen Sie die Fragewörter اضيفوا كلمات الاسئله Frau Handa, ist das, das ist Obst, Herr Seeverkehr. Wie ist das? Sie sind nicht konzentriert. Das ist Obst. Was ist das? ماذا يكون هذا؟ Das ist Obst. Aber wie ist das? بنسأل عن الكيفية. Wie ist das? بنسأل عن الكيفية. كيف هذا؟ Okay. Frau Rukia, Nummer 2. Wie viel kostet das? Ein Kilo, 3,50 Euro. Oder genau, was kostet das? Wie viel kostet das? Oder was kostet das? Was? أنا الذي أتذكره حاليا, wie viel kostet das?
اوكي الباس كوست تمام اضيفه طيب. عندي بس كوست بس اوكي فبكم هذا 1 كيلو 3.50 الكيلو الواحد 3.50 يورو فو شيماء كيندا هابن زي كم أطفال لديكم؟ 5 5 فماذا نضيف؟ في فيلي؟ في فيل ولا في فيلا؟ لأنه في اثنين في فيل؟ في فيلا تمام في فيلا تمام لماذا؟ لأن الكيندا جمع بلورال أوكي كومت هويتا من يأتي اليوم؟ دينيس فراو هاندا طيب فاو رقية فيا كنت هويتا دينيس فيا كنت هويتا دينيس من يأتي اليوم؟ دينيس أو شيماء هو كومت إير هالب أخت في أي ساعة يأتي؟ الساعة السابعة والنصف لحظة واحدة فين؟ لا هي في شيء فيها كمية وأيضا لازم نضيف حرف جر طيب في الكمية كيف نسأل عنها؟ تمام في في فيل وقبلها نضيف حرف جر في فيل طيب لا لا مش عارفة إيه هو حرف الكرة اللطيف تمام هو في ثلاث حروف جر لازم نحفظها أم أم وإم الساعات تأخذ أم مثلا نقول أم تسين أو فهنا يعني نقدمها من أجل السؤال أم في فيل أو في أي ساعة يأتي هو في أم في أم في فيل أو أم في فيل و تمام فهو هندا زنسيدا بيجينت ذا فيلم أم أخت فان بيجينت ذا فيلم جينو فان بيجينت ذا فيلم أم أخت متى يبدأ الفيلم؟ الساعة الثامنة نمرة 4 ergänzen Sie die Fragewörter Rudi Schmidt guten Tag مرحبا أو يوم سعيد مين نام شميت اسمي شميت رودي شميت وانت ما اسمكم أو رقية ما اسمكم was heißen Sie لا wie heißen Sie ist, genau wie heißen Sie okay. wie heißen Sie يعني نتذكر أن الواس غالبا يكون للغير العاقل. Was heißt das مثلا؟ ما معناه؟ Okay. Gisela Baumann. Ich komme aus Passau und. Und woher kommen Sie? Tamam. Woher kommen Sie? من أين تأتون حضرتكم؟ الآن لأستاذ شيماء رودي شميت Ich komme aus Ulm أنا آتي من مدينة Ulm aber jetzt wohne ich in München الآن أسكن في ميونخ und Sie وأنتم wohnen Sie wohnen كانني سمعتم صح الذي قلتم صح ليس بي عندما نقول في وونن زي يعني كيف تسكنون أما الإجابة أوخ إن مينيش تمام ما هي وهي لا وهي من أين يعني من أين تسكنون هذه لا يعني في شيء ثابت
فو فو بالضبط. فو فو ننزي، أين تسكنون؟ نتذكر أن الفو الأشياء الثابتة، الفو هي من أين، الفو هن إلى أين. أوكي، غودي شمت وانت استاس، من يكون هذا أو هندا؟ فيا فيا استاس كينو فيا استاس، من يكون هذا؟ Das ist Daniel, mein Sohn. هذا دانيال ابني. Frau Rukia, alt ist er? Wie alt ist er? 5 Jahre. Genau. Super. Wie alt ist er? كم عمره؟ 5 سنوات. Okay. Jetzt ندخل الآن في A2. 5. Wo, woher, wohin? ونتذكر المعاني من ال wo أشياء ثابتة. أين. Woher, من أين؟ Wohin, إلى أين؟ Frau Shaima, ist denn nur mein Handy? Woher? Woher? Woher ist denn? الشيء لو كان يعني فيه حركة انتقالية. هو جاي ولا رايح؟ هذا هو من الفعل نعرفه. الاست أشياء ثابتة. است Genau, genau. Wo ist denn nur mein Handy? Eine Mobile. Oh. Frau Handa, keine Ahnung. La Arif. Keine Ahnung. Wohin willst du denn gerade? Wohin? أيضا لا. لماذا؟ طيب كيف نترجم هذا السؤال؟ يعني إلى أين أنت يعني هو جرغدة يعني على طول يعني أنت فين مش عارف فهم السؤال نصف الإجابة الفاست هو الماضي من الإست أيوة يعني وو بستو دن جرغدة وو فاستو دن جرغدة أين كنت فحتى في العربي أقول أين كنت وليس إلى أين أو من أين ما ممكن أقول أنت كنت فين؟ طيب أنت كنت فين؟ يعني أنت كنت فين؟ أين كنت؟ نفس الشيء. فو warst du denn gerade؟ يعني هتبقى فو مش فوهين فوهين أنت بو. أنت كنت؟ فو أين كنت؟ فو مش فين. لو قلنا مثلا من أين أتيت؟ فالأتى فيه من مكان إلى مكان. Woher kommst du مثلا؟ ولا Woher bist du gekommen؟ هو أيضا gekommen. فwo warst du denn gerade؟ أين كنت الآن؟ Im Wohnzimmer. في غرفة الجلوس. Okay, dann suchen wir erst einmal dort. إذا نبحث هناك أولا. Frau Rukia, kommst du؟ المايك. ماشي. طيب فو شيماء نأخذ بالدور. Woher kommst du؟ ممتاز. من أين تأتي؟ Woher kommst du؟ فيقول ich war gerade in der Stadt. طيب aber ich muss noch einmal weggehen. أنا لازم أذهب مرة أخرى. فو هندا willst du noch gehen؟ هو Wo willst du noch gehen? لا الجيهن فيها انتقالية. Wohin? Wohin? إلى أين؟ إلى أين تريد أن تذهب؟ Ins Kino. إلى السينما. السينما. Okay. Jetzt Nummer 6. Was passt zusammen? Kombinieren Sie. طبعا أترجم وبينما أترجم تحاولون هكذا بحث الإجابة. Wer kommt heute? من يأتي اليوم؟ فنركز على الفير. الفير يدل على الزوبيكت الفاعل. بعد ذلك مت فيم نركز هنا الفيم داتي جيستو انس تياتا مع من تذهب إلى المسرحية.
wen hast du gestern besucht؟ نركز هنا ال wen الذي يدل على الأكوزاتيف المفعول به. من زرت الأمس؟ Und wem gehört die Tasche؟ لمن الحقيبة؟ نركز أيضا هنا ال wem. طبعا هنا من الإجابات نلاحظ أن في شيء مشترك. دين ليغا، فالدين يدل على الأكوزاتيف. ديم ليغا يدل على الداتيف. دا ليغا يدل على الزوبيكت. Und mit dem ليغا أيضا داتيف مع إضافة الحرف الجر. من كان الدور عنده؟ لا إيش. Wir kommt heute mit dem ليغا. Mit dem Gest. Frau Hande ist heute nicht konzentriert. Ja. Mit. هو مش مظبوط لو قلنا subject، يعني لو سألنا على subject عن الفاعل وبعدين نقول مع المعلم. يعني تبقى دير ليرة. بالضبط. Wer kommt heute der Lehrer kommt heute. لو يعني لو أخذنا المد dem Lehrer سيكون هكذا الترجمة. من يأتي اليوم مع المعلم؟ إيه المعلم اللي؟ أوكي. أو رقية؟ مت فين؟ أو الحمد لله على السلامة. طيب كأن النت فيها لسه مشكلة. طيب أو شيماء، مت فين جيس تو إنس تياتر؟ مت فين ليرا؟ ليرا. بالضبط. فالسؤال مت فين؟ مت فين؟ طيب. نمرة 3 أو رقية لو موجودة لسه. أو أنا عندي النت بطيء، مش عارفة صوتي بيقطع عندك ولا لا. هي واضحة تمام كده. تمام. طيب سؤال كمان عشان نقرر. رقم 3، فين هاستو جستن بزوخ؟ فين هاستو جستن فين دياليغا؟ لا دين ليغا. بالضبط. دين ليغا. من زرت الأمس؟ المعلم. زرت المعلم الأمس. أوكي. jetzt Frau Handa, wem gehört die Tasche? دين ليغا. genau. wem gehört die Tasche? دين ليغا. لمن الحقيبة؟ للمعلم. أوكي. Super. Jetzt Nummer 7. Was passt zusammen? Kombinieren Sie. هنا أيضا مرتب. وترجم وأنتم تحاولون حينها أن تبحثوا عن الإجابة. Wem gehört die Brille? لمن النظارة؟ نركز wem. Wen hast du gesehen? من رأيته؟ أكوزاتيف. Mit wem bist du nach Italien gefahren? مع من سافرت إلى إيطاليا؟ طبعا هنا ركزوا على الفهم، يعني ليس يعني صعب أن تجدوا مثل هذا التدريب في الستة بالفيم والفين، يعني هي ليست هكذا الآن بسهولة وإنما بالفهم. Warum bist du nicht gekommen? لماذا لم تأتي؟ Was machst du gerade? ماذا تفعل الآن؟ Wohin fahren Sie in Urlaub؟ إلى أين تسافر حضرتكم في الإجازة؟ Und von wem hast du die schöne Kette bekommen؟ ومن أين حصلت على هذه القلادة الجميلة؟ بعد ذلك ننتقل إلى الطرف الآخر. Meinen Bruder. أخي. ist gerade aus dem Bus gestiegen. خرج قبل قليل أو نزل قبل قليل من الحافلة. Wahrscheinlich. مثل ربما vielleicht. Wieder in die Alpen. أو يعني الأرجح. Wieder in die Alpen. الأرجح. إلى جبال الألب.
بعدين ايش تخيمة انا احلم ايش هات كاينة سايت لم يكن لي وقت das ist ein geschenk von meinen eltern هدية من والدي das ist meine هذه لي ich habe sie hier vergessen انا نسيتها هنا ich bin alleine gefahren انا سافرت لوحدي طبعا سافر الترجمة المعنوية لأن الكثير عندما أسأله أنت ماذا تريد أن تفعل أو يعني إلى أين تريد أن تسافر فيقول ich fahre nach Deutschland طبعا هو لا يقود السيارة ويذهب بها إلى دويتشلاند وإما ich fliege nach Deutschland oder ich reise nach Deutschland نركز على هذا كثيرا نبدأ دور جديد مع أستاذة هندا فيم جهر نعم هنقول ich bin allein gefahren بتقول الجميع السؤال مرة ايه او ich bin ich fahre nach Deutschland حضرتك أنا لا أفهم السؤال طيب أسمعكم حضرتك سامعني نعم تفضل اسمعكم تمام فيم جهورت دي بريلا حضرتك كنت بتقول في حد يعني انتم بتخبطوا في ايش فاغي ناخد ديتشلاند فليجن فالمفروض ان احنا نقول ايش بين الاين جفارن ولا ايه؟ لا أنا أقصد في استخدام الفعل الفاغن يعني لا نقول إنه إيش فاغن نach Deutschland لأن الفاغن يكون بالحافلة مثلا بالسيارة لكن من مصر إلى ألمانيا يعني هنقول بالحافلة ايه ايش مشكلة؟ إيش غايز نach Deutschland مثلا أو إيش فليجن نach Deutschland أنا ما أقول فليجن يعني أذهب أو أسافر بالطائرة أطير تمام؟ طيب عشان الوقت هو أنا فيم بحاول جهاتي أسمع بس بلا مش مشكلة فيم جهورت دي طيب بريلا دوركم في أوها هتبقى das ist ein نعم Geschenk von meinem Eltern فيم جهاتي بلا das ist لا ein Geschenk von meinem Eltern. لا هذه لا غيرها لأنه عندما نقول فيم كمان جهتي بغلة لمن النظارة ف يعني لو قلنا الإجابة أنه هذه هدية من والدي ما ينفعش الإجابة الصحيحة Das ist meine. هذه لي. Wem gehört? لمن هذه النظارة؟ لي. وبعد ذلك ich habe sie hier vergessen. أنا نسيتها هنا. طيب. Frau Rukia, wen hast du gesehen? Wen hast du gesehen? من ترى؟ من رأيت؟ يعني من رأيت؟ الإجابة das ist ein Geschenk هذه غلط الإجابة الصحيحة للواحد F das ist meine ich habe sie hier vergessen طيب الآن wen hast du gesehen؟ Mein Bruder ist gerade aus dem Bus gestiegen. تمام من رأيت؟ رأيت أخي هو خرج ونزل قبل قليل من الحافلة Frau Schema Nummer 3 mit wem bist du nach Italien gefahren؟ Ich bin allein gefahren. تمام بالضبط. فسافرت لوحدي جي. Frau Hunter Nummer 3. Warum bist du nicht gekommen? Ich hatte kein تمام.
Ich hatte keine Ich hatte Zeit. keine Zeit. Besser. Nummer 5, Frau Rukia, was machst du gerade? Ich träume. تمام. مع أنها إجابة تافهة يعني الواحد يقول إيش تخيمة و يعني ماشي. ماذا تفعل الآن؟ أنا أحلم. Wohin fahren Sie in Urlaub؟ Frau Schema. بي بي تمام. ممكن تقرأوها؟ طيب باشي باشانلش بالضبط تمام باشانلش فيدا ان دي البن البن بالضبط تمام ممتاز. الآن الأخيرة von wem hast du die schöne Kette bekommen؟ Frau Handa؟ Das ist ein Geschenk von meinem Eltern. Genau, das ist ein Geschenk von meinen Eltern. أخيراً وجبناها. طيب، الآن 8. Ergänzen Sie die Fragewörter. أضيفوا أسئلة كلمات الأسئلة. Frau Rukia, ist der Herr dort? Das ist ein Freund von mir. Wer ist der Herr dort? Das ist ein تمام. Freund von mir. تمام، من هذا السيد هناك؟ هذا صديق لي. Frau Schema, suchen Sie. Kann ich Ihnen helfen? Den Lehrer von meinem Sohn, er heißt Schütz. Suchen Sie. ماذا تعني suchen؟ Suchen, تبحث. يعني تبحثون أنتم. Kann ich Ihnen helfen? هل أستطيع المساعدة؟ den Lehrer von meinem Sohn. يعني أبحث عن المعلم تبع ابني. Er heißt Schütz. اسمه Schütz. يعني بيبحث عن شخص. تمام. فعندما نسأل عن الشخص ماذا نستخدم؟ وين؟ بالضبط. تمام. المفعول به وين. وين suchen Sie؟ عن من؟ وماذا من تبحثون؟ أوكي. Nummer 3. Warum? Warum kommt sie heute später? تمام. Warum kommt sie heute später? لماذا تأتي هي اليوم متأخرا؟ Weil die Züge Verspätung haben. لأن القطارات لديهم تأخير. طبعا تأخير معلوم. يعني في ألمانيا عندما يتأخر يقولون في شاشة يقول يتأخر 10 دقائق مثلا. لكن حتى هنا في مصر الباصات لديها وقت معين. أنا حسبتها يعني. أوكي، نمرة 4، فور رقية. فات ينخ برلين. بالضبط. من فيم فات ينخ برلين؟ مع من تسافرون أو تذهبون إلى برلين؟ مت أنزغن فرينتن. طبعا هنا خطأ شائع حتى أنا يعني شككت فيها. الفات يا الإيا يأخذ الفات. ربما تسمعون في ألمانيا أو بعضهم يقول فات لأن الناس معتادين أن يقولوا للإيا فات. هي إيا فات. يعني حتى المعلم في المدرسة ممكن يخطئ فيها. هذه ملاحظة.